عودي لمتابعه اجنده اليوم لكل اللي عم بيتواصلوا معنا هلا. رقم لمدام العالي اللي كانت معنا قبل شوي 03-361-4776، برجع بكرر 03-361-4776 لكل اللي عم بيبعتونا على الواتساب شو رقم المدام علي. هلا رح اروح لجريده اليوم. تاخرنا اليوم شوي بالجرايد مشان هيك رح بصور على الانسان بيحتمل أكيد. بس رح نمشي فيهم تباعا. صحيفة النهار عنونت الحريري قانون جديد أو تفشل الحكومة، المعارضة ترفض إدراج الإرهاب في جنيف 4 والنظام عاد إلى تدمر، الخطاب الأول لترامب أمام مجلسي الكونغرس النبرة وفاقية والمضمون متشدد، فيون لا ينسحب من السباق الرئاسي على رغم توجيه الاتهام إليه قريبا. نتابع مع صحيفة الأخبار. بري يؤكد قبول الحريري بالنسبية في لبنان دائرة واحدة بلا مقايضة، التيار يلوح بالأرثوذكسي والشارع، الخصخصة قائمة أين الكهرباء؟ ننتقل إلى صحيفة تانية. الجمهورية عنونت تفاهم قريب بين التيار وأمل. لا قولوا شو عم تحكوا؟ لا عن جد؟ الانتقال السياسي على طاولة جنيف غير وبارح الديار كمان حطتها ما علقنا كثير إنها بتمرق، بس لا صح. اليوم الجمهورية بالخط العريض مأخرين شوي عن التفاهم، ولو عملنا أكيد. ريبورتاج من يومين وطنطنت وبارح حكينا فيها. نعم. البلد عنوانات إنجاز الموازنة غدا وجنبلاط نتقدم نحو المختلط. لا هلا هون نرجع للتناقض. الرئيس بري بأكد قبول الحريري بالنسبية الكاملة، جنبلاط عم بيقول نحو المختلط، امبارح الرئيس الحريري بالليل بيقول في صياغ وأكتريتها على المختلط، بطلنا عم نفهم على أي قانون رايحين، مهم نروح على قانون بأمن صحة التنسيق. هلا بنعرف شو كانوا عم بيحكوا مع بعضهم الوزير باسيل وسعد الحريري، هي حشريتنا كإعلاميين. ايه صورة حل ليك عم يعطيه ملف معبرة. ايه عم يعطيه ملف وقال له في هالقد في هالقد بلكي عم يحكوا عن عدد مقاعد مثلا. شو رأيك انه اساس قانون او كمشة مصاري موازنة اساس هالموضوع بس بيطلعكم هالقد للناس يعني اكيد. ايضا في العناوين جرائم حرب في حلب والجيش يستعيد تدمر، ترامب امام الكونغرس زعامتنا اولا اكيد. ننتقل إلى أنوار، اتجاه حكومي لإقرار الموازنة مع ضرائب قليلة وخفيفة. كيف يعني ضريبة يعني. خفيفة؟ دايت تعملوا دايت يا شباب. والصورة صورة السيلفي اللي حطيناها ببداية حلقتنا. القوات العراقية تحكم الحصار على داعش في غرب الموصل، وترامب اتفقنا أو أنفقنا 6 تريليون دولار بالشرق الأوسط، يعني ريتكم حطيتوهم على الناس عن جد وعلى الإنسانية اللي مثل ما هلأ شفناها قبل شوي قديش كنا خلصنا ناس، أو حتى يا ريتهم حطون على الموضوع الصحي اللي قايم القيام عليه بالولايات المتحدة الأمريكية وأوباما كير، يعني هذا المشروع اللي قبل ما يقلع كان سقط. نعم. المعارضة السورية ضغط روسي وراء موافقة النظام على مناقشة الانتقال السياسي. وننتقل إلى الشرق. 3 لقاءات جديدة لبري، لا للتمديد لا للستين ولا للفراغ، الحريري إذا لم تقر حكومتنا قانون الانتخاب فشلت. خريطة القوى والفصائل في عين الحلوة، موازنة 2017 موازنة إدارة أزمة. وننتقل إلى الديار، عنوانات هل يخفف عين الحلوة من الحمولة الزائدة عندما عرض شادي المولوي الخروج الآمن إلى الرقة أو إدلب. معلومات جديدة عم تكشفها صحيفة الديار اليوم، وأهم شيء يكون إرهابي عم يعرض وعم بفاوض وعم عنده عروض خروج آمن. نعم. الجيش السوري وحلفائه يسيطرون على قلعة تدمر، تعاون بين الجيش والأكراد ضد الأتراك في الشمال السوري. إبراهيم كنعان هناك قانون جديد والستين والتمديد أسوأ من الفراغ، استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن والجيش العراقي يقطع طريق الفرار لداعش من الموصل، هل اعتقل الجيش الأمريكي قياديين من داعش؟ وأيضا في البناء، ترامب في العناوين، ترامب يتجاهل روسيا وسوريا وحزب الله كخصوم والملف النووي كقضية، الجيش السوري يدخل تدمر والإرهاب بند جنيف الأول رغم الرياض، عون لن يقبل بتمديد تقني قبل إقرار قانون جديد وتشاور حريري جنبلاطي. وننتقل إلى الكاريكاتور، ما بعرف مين رح يكون مع الكاميرا يلي بوجي ويعطيني ولو استسفادي استسفادي. خلينا نبلش بالشرق، منبلش بأول كاريكاتور أبو عبد البيروتي. هيدي اللي عاملها امبارح عن المقايضة، أنه ما حدا بقايد حديد بقضامي، طلع الحديد أتقل يا معالي الوزير. نعم. أما الكاريكاتور الثاني رحوا هون على صحيفة اللواء، لأنه صحيفة اللواء ما بتفتح على الإنترنت مع الأسف، رح نشوفها مباشرة. فيك تقرأ ريتا. جنبلاط يوافق على المختلط، هالخلطة بتبقى أحلى من الزحطة.
ليك بس كثير حلوة زاحت مزبوط كثير قوية وكثير حلوة الكاريكاتير. ننتقل إلى صحيفة تانية، صحيفة الجمهورية أنطوان غانم. الانتهاء من دراسة الموازنة غدا، الموازنة بكل تقلة قاعدة على هالمواطن اللي عم ينسحق تحتها أنا المنتهي. نعم أنا المنتهي، أنا المنتهي وراحت عليه المعطر. نبقى مع صحيفة النهار أرمان حمصي، جلسة وزارية مثل ما عم بتشوفوا، طاولة الحكومة، تأمن النصاب مبسوطين، كل واحد حاطت إجر مشان الطاولة. وليك الدبكة تأمن النصاب يا فرحتنا، تأمن النصاب طاولة مبسوطة أنه تأمن النصاب طاولة الحكومة. رح نروح سريعا على الهاشتاج اللي كان ترند بالساعات الماضية. نعم. ولو بشكل سريع تما نغيب نكون